ايه اهم مشاكلكم اللي واجهتكم الفتره الاخيره؟ المشكله اللي بتقابلنا دايما عدم تعاون المسؤولين معانا، ودي طبعا مشكله كبيره جدا. يعني احنا بالنسبه للتجار اللي بتكلفنا ان احنا نوصل صوتهم للمسؤولين، المسؤولين مفيش اي تعاون، لدرجه ان احنا وزير التجاره والصناعه ما بنقدرش نقابله ولا نقدر نعرض مشاكلنا، وبالتالي احنا مش قادرين نوصل صوت التجار للمسؤولين، ودي عقبه كبيره جدا. واهم شيء طلبتوا بمقابله مثلا مع وزير التجاره؟ اكتر من مره، واكتر من مره نطلب بعقد اجتماع ونطالب ان الوزير يجي، ما بيجيش او ما ينوب عنه. يعني حتى مش مهم الوزير يجي، ما ينوب عنه ما بيجيش. واحنا لو لاحظنا في الزياره الاخيره للرئيس السيسي في امريكا، اصر على حضور غرفه التجاره الامريكيه، لانه معروف ان الغرف التجاريه من اهم الادوار اللي ليها في الاقتصاد داخل الدوله. يعني غرفة تجارية هي اللي بتبقى مسؤولة عن التجار على مستوى الجمهورية. شايف ان انتوا يعني مثلا مهمشين دور الغرفة؟ طبعا طبعا المسؤولين مهمشين دور الغرفة، بالرغم ان هم لما بيسافروا بره بيصنعوا على دور الغرفة بره. وبالتالي يبقى هنا في معيار بيكلوا معيارين. يعني احنا لما بنسافر بره، رئيس الدولة عندنا بيسافر بره بيقابل الغرف التجارية، واحنا عندنا هنا الوزير اللي المفروض اللي هو بيرأس الغرف التجارية ما بيقابلش أعضاء الغرفة. ايه اهم المشاكل اللي انتوا كنتوا عايزين تعرضوها عليه مثلا؟ يعني احنا كنا عايزين نعرض المشاكل اللي بتقابلنا نتيجه صدور القرارات اللي هي زي قرار 232 وقرار 43. بالنسبه للقرارات دي طبعا دي في مشكله كبيره جدا، فطبعا كنا عايزين نقول للوزير ايه المشاكل اللي بتقابلنا، وايه العقبات اللي هتحصل لينا، وايه اللي هيحصل. يعني احنا عندنا من صدور القرارات الاخيره، واحنا بس عن القرارين دول مهمين جدا، لان دول القرارات الاخيره وهم دول المؤثرين جدا في ال كلنا نبذة عن الاثنين. يعني القرار 232 الخاص بالتراث، وده بيضم اي شيء بيصنع تحت بند التراث زي الفوانيس وزي الحاجات الفرعونيه وزي الاقمشه وزي الحاجات اللي بتتباع في الاسواق خان الخليلي، كل ده حضرتك منعه، بالرغم ان انا شايف ان الحاجه دي تستورد بدولار وتباع للسايح ب 10 دولار. يبقى الدولة خرجت دولار ودخلها 10 دولار، وده طبعا أفضل، لأن المنتج المحلي منتج ضعيف جدا وإنتاجه قليل وبيوصل ما بيوصلش للمستوى اللي عايزه للسائق. القرار الثاني 43 الخاص بتسجيل المصانع، وده طبعا حط حوالي 28 شعبة تحت القرار ده. ده طبعا الوزير مشكلته حضرتك لما جه أصدر القرار حط سطر معيب جدا في القرار، وده بيخليه طبعا ممكن يصدر له قرار بإلغاء القرار اللي هو للوزير الحق في قبول بعض الشروط او كلها او الاعفاء من الشروط. وهنا الوزير نصب نفسه اليه، يعني هو النهارده بيقول للراجل ده انا هخليه يسجل او الراجل ده ما يسجلش، بالرغم من القانون والقوانين والقرارات قواعد عامه مجرده، القانون بيقول كده يعني. وبالتالي ان احنا المفروض احنا لما بيجي نخاطب بنخاطب مش اشخاص بعينهم، ولكن القرار بيتخاطب مع الناس كلها، وبالتالي المفروض كل واحد قدم الاوراق اللي تستوفي التراخيص بتاعته ممكن الوزير يمنحها على طول بدون ان هو يبقى ليه قرار لوحده. انتوا ضد السطر ده؟ طبعا السطر ده اصلا ده ان شاء الله يصدر حكم بالغاء القرار، لان دي حضرتك كده الوزير اخفى القاعده القانونيه هامه انه بيخاطب الناس عامه، ما بيخاطبش فئه معينه بانها. طيب تقييمك للاقبال خلال رمضان المقبل هيكون عامل ازاي؟ لا رمضان ده هيبقى الاقبال ضعيف، يعني احنا بنتوقع بالنسبه للاسعار الموجوده حاليا اسعار غاليه جدا طبعا. انا كراجل مستورد ومصنع وتاجر، لا انا زعلان جدا ان الاسعار وصلت للمرحله دي. يعني لما الدولار نزل ل 16 جنيه او 16 جنيه ونص، الناس قالت الاسعار ليه ما نزلتش؟ لا الاسعار ما بتنزلش في نفس اللحظه. حضرتك الدوره الاستيراديه مدتها 3 شهور. يعني لو فتحت اعتمادات مستنديه النهارده مش قبل 3 شهور عشان السلعه تخش مصر، وبالتالي حتى لو الدولار نزل النهارده بعد 3 شهور تبتدي الاسعار تثبت وتستقر الاسعار الحقيقيه. طيب ايه مقترحاتك عشان نعدل الميزان التجاري؟ طبعا هو حضرتك عشان نعدل الميزان التجاري لازم حضرتك اول حاجه البنوك تقوم بدورها. يعني البنك المركزي شايل ايده خالص عن سعر الصرف، ودي من ضمن اولوياته او من مهامه الرئيسيه تحديد سعر الصرف. مش معنى تحديد سعر الصرف ان انا اتدخل وابيع عمله، لا، بس انا يبقى في سعر استرشادي. وبالتالي انا النهارده لازم الزم البنوك اللي بتشتري دولار من المواطنين
ان هي ممكن تبيع للمواطنين. بمعنى ان انا مش ممكن اخلي التاجر او المستورد او المستثمر ان هو يشيل الدولار بتاعه من السوق السوداء. طول ما انا بخليه يشيل من السوق السوداء هيبقى فيه سعرين وهيبقى فيه ارتفاع في الاسعار. لازم زي ما البنك ما بيشتري لازم يبيع. لو وصلنا للمرحله دي تاكد ان الدولار مش هيساوي فلوس. طيب حاجه اخيره، قول لنا اسعار الفوانيس عندك بتتراوح من كام لكام؟ اسعار الفوانيس عندنا هنا بالنسبه لسعر الجمله من 27 جنيه لحد تقريبا 200 جنيه. اقل حاجه 27. 27 جنيه القطعه. وده 27 ده شكله ايه؟ اللي جنب حضرتك لحد 200. لحد 200 جنيه. العروسه اكبر مقاس اللي هي العروسه اللي ورا حضرتك.